أربع دقائق من الصوت الثاني هذا اللي ينطلق بين سبب تيجي وز وترجي الرياضي القادمي. نذكر بأن نتيجة الشوط الأول كانت هدف لصفر لصالح سبب تيجي وز. الهدف كان سجله بويش في الدقيقة 41. مجهودات بعض المجهودات في بداية هذا الشوط الثاني خاصة من طرف ترجي قالنا في محاولة لتعديل النتيجة، لكن الدفاع الشبيبة متماسك لحد الآن، لم يترك أي ثغرة. غفار وضربة مرمى، تبادل كروي بين وبين بكرة مريرة ناحية العويسي، ولكن يرتكب مخالفة لأنك عويسي كان دفاع اللاعب لمنعه من اختناس هذه الكرة. مخالفة أيضا لصالح حبيب تيزي وزو. بوزار مع الكرة، المدافع الأيمن يطرقها لأدغير. أدغير رشيد ناحية بوزار، قدفة ولكنها جانبية بعيدة عن مرمى غفار. تبقى إذا النتيجة هدف لصفر لصالح حبيب تيزي وزو بعد 6 دقائق من الصوت الثاني. لعب بوزار كان يبدو على الشاشة وحوالي 6 دقائق، إذا نحو الساعة ساعة ملعب 19 ماي 56. غفار وبكرة تبادل الكروي بينهما. غفار في الأخير يأمر زملائه بالابتعاد والصعود إلى الهجوم. ويلا خروج عناصر شبيبة، خروج موفق فعلا. كان هناك عدة لاعبين في وضعية تسلل، احتجاج اللاعب قري على قرار الحكم في السعادة. حفاف حفاف ينفذ الكرة هذه اتجاه من بكرة يستقبلها براسه. عمراني عمراني تمريت ما وجدتش من يستقبلها، ترجع لصابوش. عدان بحبوح براسه ناحية ما توصلش العداد اللي كان ينتظر في هذه الكرة. تدخل رحموني وصراع بينه وبين بلعادي، والحكم يعلن عن خطأ لصالح رحموني. كان خطأ قام به بلعادي، ينفذ بسرعة رحموني ناحية العجاج. العجاج محاصر ما توصلش لعبد السلام، وانطلاقة من الكرة كانت خرجت. نفس التماس لصالح غفار، غفار كمال عبد السلام و تماس لصالح ترجي قلم. كاشي ليحمل رقم 7 في صفوف ترجي قلم. يتوكل عبد النبي، تماس اخر، التلقى بطيئه في وتخرج الكره لصالح عماره. التلقى بطيئه لهذا الشوط الثاني. عناصر شبيب تيجي وزو يهمهم المحافظة على النتيجة، بينما بعض المجهودات التي لم تأتي بالجديد لحد الآن من طرف ترجي قلمة. عمارة أمامه في الأخير يفضل باش يرميها طويلة ناحية أي طاهر اللي موجود في وضعية قلب الهجوم. وخطأ يرتكبه بوزار. صالح ترجي قلمة عن طريق عمران يتركها العويسي. عويسي دفاع صلب، دفاع شبيبة. عدان وزار، عدان عمراني، ترجع العمراني فتحة ولكن ما كان حتى واحد. قابل شكوتو شاي براسو حيث كردوسي ولكن ما وصلتش. تخرج الكرة يا بويس، حكم السيد بن عزة أو مساعد الحكم السيد بن عزة يعلن على خروج الكرة للتماس.
صالح ترجي جنة. واحد اللاعبين استقصى الحكم وقت اللعب في انتظار امداد الاسعافات، لاعب ربما هو اي طاهر. نبقى دائما في انتظار انطلاق واستمرار اللعب، ونحن نعيش الدقيقة 10 من الشوط الثاني. النتيجة دائما هدف لصفر لصالح شباب تيزي وزي، الهدف اللي كان سجله بويش في الدقيقة 41 من الشوط الأول. حماس يبث الجمهور اللي قليل نسبيا. تفضل محرز.
شكرا محرز. وهنا تبقى دائما النتيجة هدف لصفر لصالح صليب تيزي وزو أمام الترجي الرياضي القالمي في هذا الربع ساعة الأول، بحيث نعيش الدقيقة 17 من الشوط الثاني. بعض المجهودات تقريبا مجهودات كبيرة والسيطرة خاصة في الربع ساعة الأول شاهدناها من طرف الترجي قلمة، اللي ما عرفش لحد الآن كيف يستغل الفرص العديدة التي أتاحها من جهة، وتعزيز دفاع السبيبة اللي في كل مرة ما يضيعوا الكرة يعودوا بصفة جماعية إلى تعزيز منطقتهم، وكذلك استعمالهم بكيفية جيدة لطريقة الدفاع في الخط، بحيث في كثير من المرات يتركوا عدد كبير من المهاجمين تاع قلمة في وضعية تسلل. خطأ من عيد طاهر. عيد طاهر يقوم بلقطة غير رياضية. عيد طاهر اللاعب الشاب اللي كان عودنا على أسلوبه الممتاز في لعب الكرة. المهم مخالفة لصالح ترجي قلمة بعد 18 دقيقة من الشوط الثاني. لحد الآن المقابلة كانت نظيفة، تحكيم جيد من طرف السيد السعادة وروح رياضية من طرف الفريقين. يقوم إذا طابوش. طابوش اللي احنا رقم 6 يقوم، ومخالفة من تنفيذ بكرة. بكرة الرقم 5 الشيخ ترجي قلمة. تنفيذ الكرة لاستقبال عمراني. عمراني ناحية الجناح الأيمن يتوقع القري، وكاد لولا وجود أدغيغ هناك وخبرته الكبيرة، أدغيغ اللي عرف كيفاش يفوت هذه الفرصة أمام قري ويخرج الكرة ركنية. كانت فرصة من الفرص اللي سجلتها سجلها ترجي قلنا في هذه في هذا الشوط الثاني. تنفيذ الركنية عرضية ترجع لمنفذها، وراوها زميلة فتحة وتضيع. طابوش شوف استعمال الخطة الآن كيفاش المدافعين كلهم يخرجوا، ما خرجوش سايب راسه، يتركها لعبد النبي أمام العجاج عبد السلام بويس وتوقف. جري مع حساس او دغيز اللي يعرف كيفاش يرد العماره. بوزار ادغيز ادغيز عدان عدان رشيد على الجهه اليمنى يعطيها البويس. البويس كان طلب الكره تخص طابوش الانطلاقه. طابوش تدخل حد عناصر شبه التجوز اللي هو اي طاهر خص الكره هذه. أدغيغ رشيد أدغيغ يضيع من الوقت في محاولة ليبقى طبعا النتيجة لصالحه، لكن يدخل ويلعب أدغيغ. بل أدغيغ فعلا أدغيغ ناحية حفاف أو بوزار. بوزار على الجهة اليمنى فتح نحو الوسط حيث هناك أي طاهر والحارس غفار. عدان بحبوح عبد السلام عبد السلام كمال اتجاه الجهه اليمنى، و مساعد الحكم يقول هناك تسلل. ترجع الكره لعناصر القلمه. مروه طابوش بكره عويسي عويسي يرجع من هناك للشايب راسو. طيب راسو بيجاسم او بكرة محمد رقم 5 انطلاقه من عبد النبي. عبد النبي ناحيه طابوش او كشف تدخل الدفاع يخرجها. كشف يدخل الوسط بعد ما كان يلعب كجناح ايمن، يعني ترجي قال ما يحاول يخترق الدفاع من وسط الميدان بتعزيز الوسط باربع
مهاجمين، وهذا بعد ما فشلوا في التمريرات الجانبية اللي كانوا يقوموا بها، حيث كل مرة يوجدوا نفسهم في وضعية تسلل. لكن في رأيي أن أحسن وسيلة للتغلب على خط التسلل هي الهجومات على الجانبين، يعني على الجناحين. عويسي ما حيتبري، ولكن هناك حفاف أو أدغير اللي كان يستقبل الكرة. عبد السلام بزار أو حفاف، بل أدغير ما حيتعدى، ولكن الكرة كانت طويلة. وغفار كمال، بالعادي كاشي بالعادي على الجهة اليمنى. فتحة توصل العمراني، راح يعمل عمراني تجمع كبير من المدافعين، تبدا العمراني مرة أخرى، ما كانش ضربة جزاء طبعا، وخطأ سيستعاد يقول ضد ترجي جلمة. حفاف في تنفيذ الخطأ، حفاف اتجاه أدغير بحبوح، عبد السلام، بوزار ارتكلوا الكرة، تخرج تماس لصالح ترجي قلمة. عويسي عويسي ترجع له الكرة، ايش يعمل؟ دخل بحبوح لاخر عبد السلام لمن؟ لبويش، ناصر بويش، مريرة ناحية العجاز، ولكنها مرة ثانية عليه. في هذه اللحظات من طرف هجوم الجمعية، واللي حصل على خطأ بعد سقوط أي طاهر. مرة بينه وبين أدغير، بينه وبين بحبوح، عبد السلام ترجع لبحبوح، ينطلق بحبوح لمن يعطي كورتو، عبد السلام أمامه، يفضل بويس على الجهة اليمنى، كان معزول يعني كان ماهوش مراقب. ترجع لبحبوح، لا ترجع لناصر، ولكن ناصر متقدم، ناصر بيش، تخرج الكرة تماس أحد اللاعبين الصفين اللي هو رحموني. رحموني اللي سقط على الأرض ويتلقى الإسعافات، بينما الكرة تماس لصالح شبيب سيزيد، ويمر من الوقت 25 دقيقة 25 دقيقة و 50 ثانية من الشوط الثاني. نتيجة دائما هدف لصفر صالح شبيب سيزيد. نذكر بالنسبة للذين لم يشاهدوا الهدف، كان تسجل في الدقيقة 41 من الشوط الأول عن طريق بويس ناصر. انتظار استئناف اللعب بعد ما يقوم بسلام اللاعب رحموني مراد المدافع الايسر في صفوف شبيب سيزي الزو. انتظر خروج المسعفين والمدرب خالد محي الدين الموجود على ارضيه الميدان. يخرج من الميدان وتنفيذ التماس عن طريق بوزار فريد جابويس. العجاج مرته ما وصلتش لبويش. عويسي يرميها بعيد ناحية بري. التسلل ضد بويش، بكرة في التنفيذ.
اتجاه طابوش. طابوش اتجاه عبد النبي ولكن ماهوش سريع فوت الكره. شوف العياء اخذ الكثير من عناصر ترزي قلمة يصبحوا يتحركوا بصعوبه. هنا تدخل اللياقه البدنيه الممتازه والتحضير الجيد، لا شك ان عناصر شباب تيزيزو بفعل تدريباتهم المكثفه يبدو انهم اكثر استعداد واحسن من حيث اللياقه البدنيه، بينما نشوف بعض اللاعبين الاحتياطيين اللي بداوا يسخنوا في عضلاتهم. صالح جمال من شباب تيزيزو وقصوري يزيد من ترجي قلمه. الاعجاز في الاخير وخطا كان من عويفي فعلا. هذا قصوري اللي احمر رقم 15 يطلب الدخول. قصوري سيدخل المكان مع احد رفقاه. قصوري اللي احمر رقم 15 كما تشاهدون على الشاشه، مكان قري قلب الهجوم، مكان قري رقم 9. إذا أول تغيير في المقابلة. عدى ناحيه بويش، بويش مراوغات من طرفه لكنه ضيع الكره. بحبوح بويش ناحيه صالحي، صالحي بيدخل مكان نجاد، صالحي ويحصل على ركنيه. صالحي جمال اللي احمر رقم 14 يدخل في يلعب كجناح ايمن مكان العجاج. العجاج يوسف اللي ادى ما عليه خلال هذه المقابله. ركنية من تنفيذ عبد السلام كمال، بينما نحن نعيش نصف ساعة بالضبط من الشوط الثاني، يعني ربع ساعة تصل على نهاية اللقاء. دائما السعادة رجم قبل هدف بصفر لصالح شباب تيزي وزو. وغفار غفار مباشرة هذا الركنية نتاع عبد السلام كمال. اتجاه صالحي تسلب تماس لصالح الشبيبه. تنفيذ تماس بوزار، بوزار اللي احنا رقم 2. ركنيه فعلا بعد تدخل عويسي. عويسي اللي يحتج على قرار الحكم، بينما ركنية. عبد السلام مرة أخرى في تنفيذ هذا الركنية، الركنية الثانية في دقيقة 60، ومستوى دون المتوسط في هذه اللحظات. سلام ينفذها عرضية ناحية عدان، ولكن نحن ننتظر في قرار الحكم. إذا إعادة الركنية. كان اللاعب عمراني آخر من المس الكرة وخروجها إلى الركنية. عمراني اللي يحمل رقم 10 وراه في وضعية مدافع. عدن يتقدم يا غفار
غفر مراد، غفر كمال، عدان، خطأ لا يصل الحكم ألعب. هاي صالحي، صالحي اللاعب الجديد اللي مراوغ زميله يدخل خطيرة. ضيع الفرصة، فرصة جميلة خلقها اللاعب صالحي. مراوغة جميلة وتمريرة من حيث زملائه ولكن ما استغلوهاش كما يجب. أدغيغ رشيد في تنفيذ التماس. محيط بحبوح. بحبوح يبحث لمن في الأخير يفضل الحارس عمارة من بعيد من وسط الميدان. عويسي بحبوح صغير صالحي عدان. عدان احسن عنصر في صفوف الجمعيه. بويش جميله ابدا. هدفه رائعه من اي طاهر. اي طاهر قوي في هذه الحدفات. حوالي 8 دقائق وصلنا على نهاية اللقاء وركلية أخرى وعبد السلام في التنفيذ. الضيع لا تسجل إذن. انطلاقة لصالح قال ما تقص. نشوف اللاعبين تاع شباب تجيب الكاسي. همهم الوحيد هو تهدئة اللعب والرجوع بالكرة والقيام ببعض الهجمات المعاكسة من حين لآخر عندما تسمح الفرص بذلك.
عويس. حد سلام على كرة القدم بالحكم سوري هذا رقم هذا عيدا سوري اللاعب اللي احنا رقم 15 اللاعب الاحتياطي وكرة اذا لصالح عمار مراد حارس شبيب تيزي وزي. تبقى النتيجة هكذا هدف لصفر وحوالي 7 دقائق وصلنا على النهاية بينما كانت هناك فرص متبادلة من حين لآخر. حفاف يقذف كرته بويش ما كانش ترجع لبويش بعد تدخل عدان بحبوح عمراني طابوش عويس عويسي اتجاه عطلة مستقبلة بحبوح بحبوح ترجع لبوزار او رحموني بحبوح حفاف رحموني حفاف بويش او عبد السلام عبد السلام على اليمين فتح نحو الوسط فعلا والتدخل بكرع يبعد الخطر سوري بحبوح بحبوح انطلاقا من بحبوح تمريره غير موفقه لاي طاهر انطلاقا من عمراني هذه المره لصالح قلمه ترجع لطابوس عبد النبي رجع لبكرع بكرع طابوس طابوس وعدان عدان بويس بويس عنده صرح من هنا على اليمين ماهوش في تاخر من الحكم من مساعد الحكم في الاول ما رفعش الرايه نتاعو ورفعها متاخر بعض الهفوات البسيطه من طرف سلك التحكيم يعني مش اخطاء كبيره اللي اثرت على النتيجه انما من حين لاخر بعض القرارات اللي تكون متاخره عن اوانها سوري اللي حصل على تمس يتركها الواحد من رفاقه نفذ ناحية كاسي كاسي ولكن ما وصلت لزملائه في الهجوم أربعين دقيقة بالضبط يعني 5 دقائق تصنع للنهاية وترجي قلمة دائما يبحث عن هدف التعادل ليفتح له الامال لاجراء الوقت الاضافي اذا كان تمكن من تسجيل هدف التعادل لكن شباب تيزي وزو ماسك زمام الامور كاشي كاشي في صراع مع رحموني ما يتمكنش من تمرير كورته داعل وخطا فعلا خطا لصالح لاعب الترجي بكره لتنفيذ الخطا بكره قلب الدفاع شوف كل العناصر الشبيبه في وضعيه الدفاع ما كان حتى واحد موجود في الهجوم قد مباغته ولكنها ضعيفه ما شكلتش خطوره على عماره رحموني رحموني انتهى عبد السلام ترجع رحموني مره اخرى توصلش لدغيغ سوري طابوش يثق وحده كان يغلق ارضيه زلجه ترجع لقصوري لطابوش كاسي 1-2 ولكن ما فلحتش عدان تغطية جيدة للكرة من طرف اللاعب عدان لاعب ممتاز رائع بويس ضيع الكرة هذه بويس كان بإمكانه يسكر خطورة
صالحي هشام صالحي يفضل باش يفتح مرت على اي طاهر الطاهر مع عبد النبي المره اللي ادريغ ناحيه بويس الحكم طول ما كان والو كان يشوف مع اللقطه وكان عن قرب 42 دقيقه دائما هدف للسكر تمس بصراحة فعلا العياء اصبح واضح على عناصر خارج الجنة اللي بذلوا مجهود كبير خاصة في الشوط الأول تمس بصراحة خارج الجنة رحموني يخرج الكرة مرة أخرى تمس وتمر الدقائق ودقيقة ثانية فقط تستنى على النهاية طابوش طابوش يعطي كرته لبكرة بعيدة ولكن ما كان حتى واحد باستغلال هذه الكرة عبد السلام وادغيغ عبد السلام يمر لادغيغ ادغيغ ناحية ما كان حتى واحد بكرة عمراني عويسي وعدان انطلق من عدان صالحي اي طاهر اتمر على اي طاهر شوف كيفاش يخلق الثغرات في وسط الدفاع القلمي اللي يصعد في محاولة لتعزيز هجومه ولكن يترك فراغات في المؤخرة في اللي يستغلوه بسرعة عناصر شبيبة تجربته خاصة باللاعب اللي صالحي جمال اللي ادخل دم جديد في اواخر هذا الشوط الثاني حفاف يفضل بس يرجع العمارة وكأنه لا يبحث عن هدف بينما بل انه يبحث عن انهاء هذه الدقيقة الاخيرة ما كانش تسلل غفار غفار يشوف مع الساعة وأنها دقيقة 45 ولهذا يصعد يخرج من مرماه كاشي قصوري عبد النبي قصوري أو كاشي طابوش ترجع لعبد النبي يمسكها أدغيغ حدان صالحي مراوغة جميلة من صالحي روعة حدان بويش وش يعمل بويش ناحية أدغيغ ما كانش ينتظرها الأخير يلحق عليها فتحة وغفار بروعة فنيات جميلة من حين لآخر نشوفوها من بعض اللاعبين فنيات فردية والسيد السعادة يختم الموقف وينهي هذا اللقاء لمستواه متوسط يمكن القول ولكن إجراء بروح رياضية النتيجة إذا هدف لصفر لصالح شباب تيزي وزو الهدف كان سجله بويش في الدقيقة 41 من الشوط الأول إذا